نحن في جميع الفنون وفي جميع العلوم نحتاج إلى أهل الخبر. هل الثقافة العامة تكفي؟ الجواب كلا. هذه من الأشياء التي راجت بالذات في العهود الأخيرة، أن الثقافة العامة تكفي. لا، الثقافة العامة لا تكفي، وإنما الأمر بحاجة إلى الخبروية، يجب أن يكون أهل خبرة. نمثل بمثال على ذلك. في ميدان الطب نحن نحتاج إلى أهل الخبر. عندما واحد يمرض يراجع من؟ يراجع أهل الخبر. هل يكفي في ميدان الطب الثقافة العامة؟ واحد عنده مطالعات طبية، واحد صار في جلطة قلبية، وانتو عندكم ثقافة عامة طبية مطالعين 100 كتاب حول الطب، إلكم حق أن تعالجوا هذا المريض. العقل يأذن لكم في معالجته؟ لا. العقلاء يأذنون لكم في معالجته؟ لا. هذه قضية تحتاج إلى خبير، ولا يكفي فيها الثقافة العامة. إذا واحد طالع نظرية أينشتاين مثلا في الرياضيات، أنا طالعت كتاب حول النظرية النسبية لأينشتاين، النسبية العامة والنسبية الخاصة، وما أعجبتني مقاطع من هذه النظرية، أكو فيها نقاط لا تعجب ولا تقنع، هل أعطي لنفسي الحق ويعطيني العقلاء الحق أن أرد على النظرية النسبية؟ إلي حق أو ما إلي حق؟ أقول هذه النقطة باطلة التي قالها. نعم، إلي حق في صورة واحدة، وهذه الصورة الواحدة أنه أذهب أتخصص في الرياضيات في المجالات المرتبطة بهذه النظرية، أبذل من وقتي 20 عام أو 30 عام أو أكثر أو أقل، ثم بعد ذلك أرد على هذه النظرية. أما لأنه أنا عندي ثقافة عامة، أكتب كتاب الرد على النظرية النسبية، لا العقل يأذن بذلك ولا العقلاء يعتنون بهذا الرد. من هذا الكاتب؟ هذا الكاتب الذي لم يدرس في المدرسة إلا 5 صفوف ابتدائية مثلا، إلى حق أن يرد على هذه النظرية؟ ما إلى حق. الحاجة إلى الاجتهاد وإلى المجتهدين نابعة من الحاجة إلى أهل الخبرة.
أما أنه واحد يقول أنا الثقافة عامة عندي وأنا فهمي من الآية هذا وفهمي من الرواية هذا، هكذا أتصور روح الإسلام هكذا تقتضي. هذا مثل واحد يقول روح الطب هذا يقتضي، ما إله يعني. هذه قضية مو قضية تعبدية، هذه قضية عقلية وعقلائية.